صباح الخير يا عاشر، كيفكم اليوم؟ الحمد لله دائما وابدا. في عنا يا عاشر في بيوتنا كثير من الاجهزه، مين يحكي لي شو عندكم اجهزه في البيت؟ تفضلي. طيب حدا فكر يا عاشر يفتح هاي الاجهزه ويشوف شو داخلها. مثل ايش هاي القطع الالكترونيه؟ كمان مقاومه، كمان ديود. صحيح، هاي القطع كلها عاشر موجوده في اجهزتنا. اكيد كل قطعه لها وظيفه معينه، واذا بتتذكروا اخذنا في صف ثامن عن الدار الكهربائيه وعن مكوناتها وعن بعض عناصرها. في هاي الوحده راح ناخذ عن الدار الالكترونيه وبعض مكوناتها. خلينا مع بعض نشوف هالصوره. شو شايفين بالصوره يا عاشر؟ تفضل. مين كمان؟ تفضل. كمان ترانزستور. كمان تفضل. صحيح. هاي الصورة يا عاشر بتوضح عن القطع الإلكترونية. طيب خلينا نشوف شو تاريخ هاي القطع الإلكترونية. مين يحكي لي شو شايف بالصورة؟ تفضل. شو الفرق بينها؟ الحجم، حجم انه هيك بتصير هيك كبير شوي، انه يمكن انه متطور اكثر من القديم. صحيح. شو شايفين هون؟ تفضلي. ثنائية، حديث وقديم. بتختلف عن بعضها؟ بتختلف بالشكل. شو شايفين؟ تفضل. ترانزستور 48 وترانزستور حديد. في اختلاف؟ مختلف يمكن بحجمه او بسعته. صحيح. شو شايفين؟ تفضلي ندى. دائرة متكاملة، دوائر متكاملة، حديثة وقديمة. في اختلاف بينهم؟ الحديث يمكن عدد الأرجل أزيد، القديمة كانت أقل، الحجم الحديثة أقل، أصغر، حجم القديمة أكبر. الحديثة برضو في أشكال مختلفة. طيب يا عاشر، مين بيستنتج لي شو عنوان درسنا لليوم؟ تفضل. الإلكترونيات. ممتاز. الإلكترونيات يا عاشر لعبت في كثير من المجالات وساهمت في التطور التكنولوجي، مين يذكر لي إحدى هاي المجالات؟ تفضلي. اتصالات. صحيح. مين كمان؟ صناعة. صحيح. طيب يا عاشر، خلينا نشوف مع بعض اهداف درسنا اليوم. مين يقرا اهداف درسنا اليوم؟ تفضلي ندى. التعرف على اقسام المواد من حيث التوصيل الكهربائي. الهدف الثاني ندى. التعرف على خصائص المواد غير الموصله. ثالث هدف تفضلي. التعرف على مفهوم البندور. خلينا نبلش يا عاشر بأول هدف لحصتنا لليوم اللي هو التعرف على أقسام المواد من حيث التوصيل للتيار الكهربائي. في حد بيعرف شو يعني موصلية مواد؟ تفضلي. أيوة. في عنا بالطبيعة يا عاشر أشياء ليست بحاجة إلى وسط تلتقي به مثل الضوء، لهيك الضوء يا عاشر بيوصلنا عن طريق اللي هو عن طريق الشمس. وفي حاجات بحاجة إلى شيء تلتقي به مثل الصوت، لهيك الصوت وصلنا عن طريق الهواء باعتبار الهواء وسط ناقل للصوت. برضو كذلك الكهرباء لا تصل إلنا إلا عن طريق سلك. هاي الأسلاك كل نوع سلك في إشي بحب تمر الكهرباء فيه، وفي أشياء ما بتحب الكهرباء تمر من خلالها، لهيك بنعبر عنه هاي بالموصلية المواد أو بعكس الموصلية اللي هي المقاومية. كل مقاومة جسم تختلف عن الأخرى من حيث مرور التيار الكهربائي من خلالها. كذلك المواد، في مواد بتسمح للتيار انه يمر فيها، في مواد ما بتسمح انه التيار يمر فيها. واضح يا عاشر؟ مين يعدد لي اقسام المواد من حيث التوصيل الكهربائي؟ تفضل. مواد موصلة، مواد عازلة، مواد شبه موصلة. اذا ما هي اقسام المواد من حيث التوصيل؟ تفضلي. موصلة، شبه موصلة، وعازلة. صحيح. مين بيعرف شو يعني مواد موصلة؟ تفضل. يعني بمر التيار الكهربائي عبرها. مين يعطيني مثال عليها؟ النحاس. كمان؟ النحاس.
كمان تفضل. في كمان أمثلة؟ تفضل. صحيح. ثاني مادة تفضل. مواد عازلة. مين يعني شو يعني مواد عازلة؟ تفضل. هي اللي ما بتصير مجرتين كهربائية. مين يعطيني مثال عليها؟ تفضلي روان. الخشب. كمان أمثلة؟ المقطع. صحيح. ثالث مادة شبه موصل. شو يعني شبه موصلة؟ يعني في بعض الظروف إنها تسمح إن يمر القدر من خلاله، وفي بعض الظروف لا بتسمح إن يمر القدر. أعطيني مثال عليها. تفضلي. الجرمانيوم. شو كمان؟ تفضل. السيليكون. صحيح. إذا أقسام المواد من حيث التوصيل للتيار الكهربائي هي كالتالي: عندنا مواد موصلة اللي هي بتسمح، مواد موصلة اللي هي يعني بتسمح للتيار الكهربائي من إنه يمر فيها، مثل النحاس والحديد والألمنيوم. وفي عندنا مواد شبه موصلة اللي هي بتكون بين وبين، بين موصل وبين عازل، مثل الجرمانيوم والسيليكون. وفي عندنا مواد عازلة هاي بتمنع التيار من انه يمر من خلالها نهائيا، مثل الخشب والبلاستيك والمطاط. في حدا عنده استفسار على هدول؟ مين يحكي لي اسم التجربة؟ تفضل. قسموا لي حالكم لأربع مجموعات، كل مجموعة تجيني واحدة. أدوات تجربتنا لليوم، مين يقرأ لي؟ تفضلي. البطارية، أسلاك المصباح، المواد الزجاج والألمنيوم والخشب والحديد والخلط والبلاستيك. مين يقرأ لي لأول خطبة؟ تفضلي. نقوم بإخراج سلكين من الطرفين البطارية. يلا جربوا. نكتب الأسلاك. هل بطيء من أسلاك الدين؟ لا هذا هو. ثاني خطوة من يقرأ؟ تفضلي. نقوم بتوصيل أحد أطراف البطارية بالمصباح. يلا وصلوا أحد أطراف البطارية بالمصباح.
التزيين. ممتاز ممتاز. ثالث خطوة تفضلي حمام. نقوم بإخراج سلك من الطرف الثاني للمصباح. يلا مين يقرأ ثالث رابع خطوة؟ تفضل. نقوم بوصل طرفي المصباح والبطارية بالمادة. يلا وصلوا المادة اللي معكم بالطرفي المصباح والبطارية. ماشي ممتاز. ما ضوى. طيب شو لاحظتوا يا عاشر؟ المجموعة الأولى؟ إنه في المواد مثل الحديد اللي عندنا إنه مر في التيار وضوء المصباح، أما بالخشب ما ضوء المصباح. إذا شو بتستنتجي؟ إنه المواد اللي مو صلب بتمر بالتيار والمواد العادية ما بتمر. أحسنتي. المجموعة الثانية شو استنتجتوا؟ تفضل صفاء. لما وصلنا أطراف البطارية مع المصباح مع الزجاج ما وصل الكهرباء، بالتالي إنه الزجاج لا يعتبر من الموصلات للمواد الموصلة. ممتاز. المجموعة الثالثة. يعني والله ما وصلنا في الطرف الثاني في الألمنيوم وصل الضوء المصباح يعتبر يعني موصل للكهرباء، ومع الخشب ما وصلش هذا. أحسنت. هنا تفضل. لما وصلنا نسمع بالدارة ضوء لأنه موصل التيار، أما المسترة ما ضوء لأنه عادي. صحيح ممتاز. هيك بنكون يا عاشر أنهينا هدفنا الأول لحصتنا لليوم. الهدف الثاني للحصة اليوم اللي هي التعرف على خصائص المواد شبه الموصلة. في خصائص المواد شبه الموصلة استغلت في تصنيع القطع الإلكترونية،
وحلت محل الصمامات المفرغة. مين يحكي لي شو خصائص المواد شبه الموصلة؟ تفضل. ثاني واحدة. ثاني خاصية. تفضلي سهى. ثالثة. رابع خاصية. تفضلي هنا. رابع خاصية. صغيرة الحجم. صحيح. تفضلي. إذا ما هي خصائص المواد شبه الموصلة؟ تفضلي رماند. قدرة استهلاك الطاقة. أيوة. سرعة الأداء، صغر الحجم، ارتفاع أطفال عالي. تفضل. هذا انخفاض كيفية التصنيع. صحيح. إذا خصائص المواد شبه الموصلة هي أول إشي عندنا صغيرة الحجم، كفاءتها العالية، وانخفاض كلفة تصنيعها، وكلة استهلاك الطاقة، والسرعة في الأداء. هاي الخصائص يا عاشة أتاحت لنا إنه نصنع كتير من الأجهزة، منها الراديو والهاتف الخلوي والعديد من الأجهزة الأخرى. في عندنا للمواد شبه الموصلة عناصر أكثر استخدام فيها. مين يحكي لي أكثر العناصر استخداما في المواد شبه الموصلة؟ تفضلي. سيليكون مجمد. ممتاز. طلعوا معي هون. شو شايفين؟ تفضلي روان. جدول الدوري. جدول الدوري. مين يطلع يحدد لي كيف بنقرأ الجدول الدوري؟ من أي جهة بتم قراءة الجدول الدوري؟ نقرأ من اليسار لليمين، المجموعة الأولى الثانية، هذول بالشكل مكتسب، نعم عفوا السادسة السابعة. ممتاز. إذا بنبلش القراءة من اليسار لليمين. طيب بدي واحد يطلع يحدد لي العناصر شبه الموصلة. تفضلي ندى. إذا هاي السيليكون. والجرمانيوم. هاي الجرمانيوم. إذا عندنا السيليكون والجرمانيوم من العناصر شبه الموصلة. بدنا نعرف لأي مجموعة هدول العنصرين بينتموا. على القاعدة هاي عدد إلكترونيات أي مدار كم يساوي؟ في حدا بيعرف؟ في قاعدة عامة؟ أربعة عدد الكترونيات اي مدار؟ تفضلي. ممتازة. N اللي هي رقم المدار. هلا يا عاشة بدنا نوزع توزيع إلكتروني لأي عنصر، بدنا نشوف لأي مجموعة بينتمي. مثلا بدي أجرب أعمل للليثيوم. الليثيوم العدد الذري له 3. حكينا عدد إلكترونيات أي مدار كم يساوي؟ 2. تفضلي. 2 أن تربيع. إذا أول مدار 2 في 1 تربيع كم؟ 2. إذا أول مدار 2. كم بضل الثلاث؟ 1. إذا لأي مجموعة بينتمي الليثيوم؟ تفضلي. صحيح. إذا الليثيوم بينتمي للمجموعة للمجموعة الأولى.
بدي حدا يطلع يعمل لي توزيع الكتروني للسيليكون. تفضلي سوا. السيليكون رمزه اس اي وهو 14، المدار الاول 2، المدار الثاني 9 ل 8، هيك صار 10، المدار الثالث 4. ممتاز. اذا لاي مجموعه بينتمي؟ حسب اخر مدار اللي هو 4. صحيح. اذا السيليكون بينتمي للمجموعه الرابعه. مين يطلع يعمل لي للجرمانيوم؟ صابع تانية. تفضلي ندى. كم ضايل؟ 32. هلا اي مجموعه بنتمي؟ ممتازه. في حدا عنده استفسار على التوزيع الالكتروني؟ حدا؟ هسا يا عاش بدنا نعمل مسابقه ثقافيه عشان نتفرفش شويه. مين بده يطلع يسحب اول واحد؟ تفضل. اذكر بعض القطع الالكترونية، ترانزستور، الليد. ممتاز. تفضل. سؤال تاني، تفضل. اثنين ثلاث. ممتازة. إذا لقينا المجموعة بين اثنين؟ صحيح. ممتازة. خذي جائزتك. السؤال الثالث. تفضلي. ممتازة. ندى. ممتازة. تفضل. السؤال اللي بعده. صابعة جديدة. رواند. يقارن بين المواد التي تسمح للتيار بالعبور والتي لا تسمح. المواد التي تسمح هي المواد الموصلة مثل الحديد والألمنيوم والنحاس. ممتازة. والتي لا تسمح هي المواد غير الموصلة العازمة مثل الخشب والزجاج. أحسنت. تفضل. السؤال اللي بعده. تفضلي ملاك. ما هي المجالات الدقيقة؟
الكليه لعبت فيها الالكترونيات دوره مهمه في التقدم التكنولوجي، اللي هي لعبت في تقدم الاجهزه للراديو مجالات كنا اول الصناعي الطبي الاتصالات. ممتازة، تفضل. السؤال اللي بعده سهى، تفضل. اذكري خصائص المواد شبه الموصلة. المواد شبه الموصلة أول إشي يعني تكتب إنتاجيتها قليلة، سرعتها العالية، سرعة حجمها، بالإضافة لأنها زادت لنا يعني في السرعة وسرعة الأداء. ممتازة، تفضل. آخر سؤال لمين؟ ندى، تفضل. مثلا المواد العازلة اللي هو الخشب، كمان الخط مناسبة. ممتازة، ممتازة، تفضل. في حدا عندي استفسار لحد هنا؟ عشر. هيك بنكون انهينا هدفنا الثاني اليوم. اخر هدف لحصتنا لليوم اللي هو تطعيم المواد. مين عنده فكرة عن تطعيم المواد؟ البربرة. هاي حكينا عن البناء الذري للسيليكون، البناء الذري للجرمانيوم، للسيليكون والجرمانيوم بينتموا للمجموعة الرابعة. شو شايفين بالصورة؟ طب مين بيستنتج من خلال هاي الصورة شو هو مفهوم البلورة؟ تفضلي. ندى. الإلكترونيات بتربط بين العناصر. أيوة. يعني. الإلكترونيات بتربط بين عناصر الجرمانيوم رابطة تشاركية. اللي هي ارتباط ذرة الجرمانيوم بأربع روابط مجاورة لها من نفس النوع. شايفين جرمانيوم، جرمانيوم من نفس النوع، بإمكانها تكون من نوع مختلف بروابط تشاركية. إذا هي ارتباط ذرة الجرمانيوم بأربع ذرات مجاورة لها من نفس النوع بروابط تشاركية. مين يعد لي مفهوم البلورة؟ ندى. ارتباط الجرمانيوم بأربع ذرات إلكترونية يمكن أن تكون من نفس النوع أو من نوع ثاني ومجاورة لها. ممتازة. مين يعيدها؟ تفضلي. ارتباط ذرات جرمانيوم بروابط تشاركية بتكون مجاورة لبعض. ممتازة. التطعيم نتحدث عن البلورة، بنتحدث عنها بالحصة القادمة بشكل أوسع في درس التطعيم المواد. هسا بدي أوزع عليكم ورقة عمل. يلا حلو، ها بدك خمس دقائق. منكم اول الحكي مع الشرع. Thank you.
ممتازين. ممتازة. حكينا عنهم مواد موصلة عازم أثر عليهم. ممتازين. ممتاز. ممتازة. ممتاز. ممتازين. ممتازة. ممتاز. ممتازة. أحسنت. لست هون. ممتازين. لست. ممتاز. 18. ممتازين. ممتاز. لست هون. ممتازين. حسنت. خلصت؟ ممتاز. طيب خلينا مين يجاوب السؤال الأول؟ تفضل يا علي. قارني بين المواد الموصلة للتيار والمواد العازلة للتيار الكهربائي. هيو. أولاً المواد التي تسمح للتيار بالمرور مثل الحديد والألمنيوم والنحاس. ممتاز. المواد التي لا تسمح للتيار بالمرور. حالة تانية. تفضل أشد. المواد التي لا تسمح للتيار بالمرور مثل الخشب والبلاستيك والزجاج. ممتاز. السؤال الثاني. مريم. اكتب توزيع الإلكترونيات لكل من عناصر السيليكون. طاهر. عدد الطريقة البحثي. ممتاز. إذا لأي مجموعة بنتمي سيليكون؟ صحيح. ثاني عنصر. تفضل. ممتاز. لأي مجموعة بنتنا؟ صحيح. ممتاز. مين يا عاشر يطلع لي هون ويستنتج لي شو أخذنا اليوم في حصتنا لليوم؟ تفضلي يا علاء. عليها. المواد الموصلة مثل النحاس والحديد والألمنيوم، المواد العازلة مثل البلاستيك والزجاج، المواد شبه الموصلة اللي هي جرمانيوم وموصلة. حدا تاني؟ صابع تانية. سماح. الكفاءة العالية. ممتازة. حتى ثالث. ندى. أخذنا المواد اللي دخلت فيها الإلكترونيات،
أخذنا المواد اللي دخلت فيها الإلكترونيات مثل مثل الراديو واللي دخلت مجالات الاتصالات والمجالات الصناعية ومثل الحواسيب كمان، وأخذنا التطعيم المواد أخذنا والبلمرة وتعريفه أخذنا، وكمان أخذنا المواد شبه موصل، المواد موصل، المواد العازلة، وأخذنا شو هيك خلاص ما بتعرف هيك يا عاشر، بنكون انهينا درسنا اليوم. يعطيكم الف عافيه.